شكلت الإشادة الملكية السامية بجهود العاملين في الصفوف الأمامية في مواجهة جائحة كورونا حافزا لبذل المزيد من العطاء المخلص. وفي هذا الصدد عبرت الدكتورة جليلة السيد في برنامج بكم نعود عن الفخر والاعتزاز بما يليه جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه من رعاية للكوادر الوطنية في القطاع الصحي، مثمنة في الوقت ذاته قيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهود الوطنية في التصدي للجائحة وتداعياتها. طبعا أشعر بالفخر الكبير بالامتنان العظيم للرعاية الملكية السامية المتواصلة من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأشادته الكريمة بأبنائه من أفراد الصفوف الأمامية اللي شملهم دائما ويشملهم برعايته. أثمن عاليا الدعم المستمر من سيدي صاحب السمو الملك الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس الوزراء اللي يقود الجهود الوطنية لفريق البحرين في التصدي لهذه الجائحة، متابعة حثيثة، توجيهات كريمة ورعاية سامية. ما في أحد يتمنى أكثر من اللي عندنا، نفتخر ونعتز بوجودنا في أي البلد. جه التوجيه الكريم من سيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء منح رتبتين استثنائية أو ما يعادلها من الخدمة المدنية للصفوف الأمامية في مواجهة الكوفيد 19 أو الكورونا، يعكس التقدير المكنون لكافة العاملين من الصفوف الأمامية، وهذا يشجعهم لبذل المزيد من العطاء بثبات وإصرار للتصدي للجائحة والتفاني في خدمة هاي الوطن الغالي وأبنائه. وطبعا نسير بخطى ثابتة لمواجهة هذا الفيروس، فجزيل الشكر والعرفان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على هذه التوجيهات السديدة اللي تضع صحة وسلامة المواطنين والمقيمين فوق كل اعتبار. والشكر موصول أيضا للعاملين في الصفوف الأمامية اللي مستعدين للتضحية بكل ما يملكون في دلها الوطن وأهله ومن يعيش عليه.